أهلا بكم وجولة إخبارية جديدة من خارج الحدود، نبدأ مع حضراتكم من البنك المركزي الأوروبي. قرر البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.25% على الإيداع و3.75% على الإقراض. يستمر البنك في سياسة التجديد النقدي التي تهدف إلى كبح التضخم، وكشفت بيانات رسمية أوروبية ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو في إبريل بنسبة 7% بعد أن انخفض إلى 6.9% في مارس الماضي، ليظل أعلى بكثير من المستويات المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي. وأكد البنك أنه سيستمر في تجديد السياسة النقدية إلى مستويات كافية لمكافحة التضخم، ويأتي ذلك بعد يوم من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس. وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قالت وكالة الأسوشيتد بريس الأمريكية أن هجوم المسيرات الأوكرانية على الكريملين قد أحدث هزة في روسيا، وذكرت الصحيفة أن الهجوم بمسيرات على الكريملين سيكون الاختراق الأكثر خطورة للمجال الجوي الروسي، وذلك منذ حادث هبوط المراهق الألماني ماثياس راست بطائرته على حافة الميدان الأحمر عام 1987. في الوقت نفسه قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس المجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إنه بعد الهجوم الإرهابي الأخير فلا يوجد خيار سوى القضاء المادي على زيلينسكي وحكومته. أيضا أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الجانب الروسي يحتفظ لنفسه بالحق في اتخاذ الإجراءات الانتقامية المناسبة ضد الأعمال الإرهابية التي تستهدف بلاده. ومن الولايات المتحدة الأمريكية، قررت ولاية نيويورك حظر استخدام الأفران التي تعمل بالغاز أو أنواع أخرى من الوقود الأحفوري في معظم المباني الجديدة، لتصبح نيويورك أول ولاية أمريكية تقر ذلك القانون. وبموجب القرار، فستكون الأدوات المنازل المبنية حديثة كهربائية بالكامل في غضون 3 سنوات. ويفرض القانون اعتماد وسائل تدفئة وطهو كهربائية في المباني الجديدة التي لا تتخطى 7 طوابق بدءا من عام 2026، ويستثنى من القانون المستشفيات والبنى التحتية الأساسية كوسائل النقل والمؤسسات الغذائية التجارية. وتشير وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن 52% من العائلات في نيويورك تستخدم الغاز الطبيعي للتدفئة أو الطهو. وإلى آخر تطورات حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، تستعد المملكة المتحدة لإقامة مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث الذي تولى العرش بعد انتظار دام 75 سنة، وذلك عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية. وتأتي المراسم الملكية في وقت تعاني فيه بريطانيا من أزمة اقتصادية حادة. ونشر القصر الملكي في بريطانيا صورة للملك تشارلز وعقيلته الملكة القرينة كاملة في قاعة الضيوف الزقاء في قصر باكنغهام، وذلك قبل حفل التتويج المقرر إقامته السبت المقبل الموافق 6 مايو. وقال قصر باكنغهام إن الملك تشارلز سيرتدي ثيابا ارتدها جده الملك جورج السادس أثناء تتويجه عام 1937، ومن المقرر تتويج تشارلز ملكا بشكل رسمي في كنيسة ويستمنستر بلندن الأسبوع المقبل، وذلك في حفل يحضره رؤساء دول وشخصيات أجنبية من مختلف دول العالم. بكده نكون وصلنا لنهاية جولتنا الإخبارية، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا، كان معكم محمد جمال وإلى اللقاء.